تواصل جامعة قناة السويس تقديم قافلة زراعية وطبية وبيطرية شاملة مجانية إلى قرية المحسمة بمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. قامت القافلة بالكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان لأهالي القرية والمشاركة في المبادرات القومية والرئاسية الهادفة لتنمية الإنسان والارتقاء بمستوى معيشته. قافلة طبية في 11 تخصص مختلفين بجانب قطاع طب الأسنان، وكمان بيرافقها طبعا كلية الصيدلة. الكشف والعلاج بالمجان تماما. يرافق القافلة برضو أيضا قافلة طبية بيطرية، الكشف على الحيوانات والطيور طبعا والحيوانات الكبيرة والأغنام. قافلة النهاردة بمنطقة مدينة أبو صوير في قرية المحسمة الجديدة بقرية الإبراهيمية. إحنا القافلة الحمد لله قافلة متكاملة فيها القطاع الطبي بكل تخصصاته، القطاع الزراعي والقطاع الطب البيطري. الخدمة اللي بنأديها للمنطقة خدمة مجانية طبعا بالتعاون مع حياة كريمة، و بسم الله ما شاء الله القافلة النهاردة يعني لقت إقبال كبير جدا وخدمة كبيرة جدا بتقدم.